حاج يوسف، بس ده مبلغ كبير قوي على شقه فوق سطوح. يبيه كله بتمنه، فوق ليه تمن وتحت ليه تمن. وانا سالت حضرتك قلت لك تقدر تدفع كام وجبت لك. مفيش حاجه اوسع شويه يا حاج؟ في كل حاجه بس انتوا تبحبحوا شويه. انت عارف فضل افرقوا على حاجه تانية. لا 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 لا، انا عندي شغل. شكرا يا حاج. طب خلاص يا حاج، خلي يوم تاني ان شاء الله انا هكلمك وننزل نتفرج. خلاص انا تحت امرك يا بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. 2000 جنيه شقه قد كده وبشبرا لما في وسط البلد بقى كنا دفعنا فيها قد ايه؟ الراجل ده بيقطع بطنه. انا قلت لك ان ما ينفعش هنا اجار. يعني انت كنت جبت لي تبليك وانا قلت لا؟ وحياه ابوك يا عبله، انا مش ناقصك، انا فيا اللي مكفيني. وانا كمان فيا اللي مكفيني. انت ناسي يا استاذ ان احنا كلها كام يوم نترمي في الشارع؟ انت اللي مش عاجبك حاجه اهو. انا اللي مش عاجبني حاجه؟ احسن حاجه شفناها لحد دلوقتي اوضه فوق سطوح وفيها اوضتين صغنطتين قد كده، احنا نقعد في واحده وامك المحروسه تقعد في واحده لحد ما اخوك طبعا يحضر الشقه بتاعتها. طب انت ممكن بقى مالكيش دعوه بامي تاني؟ كفايه اللي هي عملته علشاننا، ما هي بعت الشقه هتعمل لك ايه تاني؟ انا مراتك يا حبيبي وليه حقوق عليك؟ انا وولادك. كفايه بقى القرف اللي انا مستحملاه من ساعه ما رجعت من دبي لحد دلوقتي. بعد كل اللي عملته علشانك دوت حياتك معايا بقت قرف. مش قصدي، بس بص منظر ولادك بقى عاملين ازاي؟ منظر ولادك عامل كده عشان انت طول الوقت مشغوله وقاعد بره البيت. اديك قلت مشغوله، يعني بشتغل عشان اصرف عليك وعليا وعلى ولادنا. طبعا لو ما بشتغلش كان زماننا دلوقتي بنشحت، او يا جوز مستنيين حد من اخواتك يحن علينا ويدينا لقمه. ده على اساس ان انا مت. بعد الشر عليك يا حبيبي، بس انا عايزاك تفكر فينا شويه، تحطنا في حساباتك. سلام، انا اتاخرت على الشغل. يا عم ما تقلقش، قلت لك انا اصلا واخد العربيه من وراه. رجعها من وراه مش هيحس باي حاجه. حلو كده؟ اه يلا بينا. يلا يا معلم. هو ده؟ هو ده. انا شايف سايبر ايه اللي عايز تروحه دلوقتي؟ من ايام ما اتحايلت عليك وتقول لي لا بلا فقع. ايه الجديد يعني؟ ولا حاجه، حاسس اني فاضي ومريش حاجه. السايبر برضو مكان لطيف ومكيف، وبعدين ده في نت. سلام، في نت. ماشي يا عم مجد، تعالى مع اني مش مصدقك. يلا يا اخويا يلا، المتعه تنادينا. عليك واحد علينا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا، ازيك؟ تمام الحمد لله. ازيك يا استاذ؟ مين ايه؟ تمام. نورت المحل. ربنا يخليك. تمام. في سكاي بي؟ اه موجود. طيب كويس. اشمعنى يعني سكاي بي؟ مش دعوه انت. يا سميه. ايوه. تعالي ثانيه واحده بعد اذنك. ايه يا مستر؟ عادي، الاستاذ ماجد والاستاذ جورج على ترابيزه 5 و6، وتوصي بيهم عشان دول حبايبي. حاضر. اتفضل. شكرا. نورتونا. وراي. محل كان مظلم من غيرك. ما انت مصدق. انا برضو، انا كنت كل يوم باجي اقف قدام بيتكم زي العيال الصغيره واقعد ارن لك على الموبايل ودايما بلاقيه مقفول. يا سلام، كداب طبعا ما حصلش. حظكي. وحشتني ضحكتك الحلوه. لو كنت وحشتك بجد ما كنت زعلتني منك. اوعدك ان عمري ما هزعلك تاني، ولو زعلتك اعملي فيا اللي انت عايزاه. وحشتيني. انت كمان قوي بجد يا ماجدة، وحشتك. اه، ولو كنت استنيت يوم كمان كنت هكلمك. انا افك لك الباص. هو فكي. شاي قناع؟ شكرا. الجهاز عندك تمام صح؟ اوكي. مش عايز سماعة اصلا.